بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سر التفوق. تحية طيبة إلى جميع طلابي من جميع أنحاء مصر الخالدة، وخاصة أرض الفيروز سيناء الغالية. أبنائنا في كل مكان، تحية من الله مباركة طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين، وأن يذكرنا به عند الحاجة إليه إن شاء الله. كنا قد التقينا في اللقاء السابق مع درس التكوينات الجيولوجية في مادة الجغرافيا، ووصلنا مع بعض إلى الزمن الثاني الجيولوجي. أفكر الناس بسرعة، إحنا كنا قلنا إن مصر دي جزء من الكتلة العربية النوبية اللي تعرضت إلى حركات تصدع وانكسار. انفصلت شبه الجزيرة العربية عن منطقة شمال أفريقيا اللي مصر بتعتبر جزء منها، ثم بعد ذلك هذه المنطقة مرت بمجموعة من الأزمنة الجيولوجية. استعرضنا مع بعض في اللقاء السابق الزمن الأركي، واستعرضنا الزمن الأول. خدنا قلنا أن الزمن الأركي ده بيعتبر أقدم الأزمنة الجيولوجية على الإطلاق، وصخوره من الصخور الجرانيتية الشديدة الصلابة، وله أهمية اقتصادية حيث بيحتوي على معادن فلزية نفيسة زي الحديد، زي المنجنيز، زي الذهب. وخدنا ان هو بيحتوي على أحجار بناء زي الجرانيت والشيست والنايس، وخدنا ان هو بيحتوي على أحجار كريمة زي الياقوت وزي المرجان. وزعت معاك وقلت لك ان تكوينات الزمن الاركي بتتواجد في مصر في 5 اماكن. طبعا قلت انها في جبل عوينات، عند جبال البحر الاحمر، عند جبال جنوب سيناء، وعند خانق كلبشة قرب اسوان، وعند منطقة الجندل الاول قرب مدينة اسوان. ثم بعد ذلك وصلت معاك الى تكوينات الزمن الاول اللي تكويناته محدودة جدا في الانتشار في مصر، وذلك بسبب نشاط عوامل التعرية التي أدت إلى نقل تكوينات الزمن الأول إلى أماكن بعيدة. عرفت أن تكوينات الزمن الأول تتكون من الحجر الرملي، وشفت أن تكوينات الزمن الأول دي بتتواجد في 3 أماكن رئيسية في مصر: وادي عربة بالصحراء الشرقية مرة تانية، وادي عربة بالصحراء الشرقية، وحول جبل عوينات في الصحراء الغربية، ثم في غرب ووسط سيناء. النهاردة بإذن الله تعالى بنخش على الزمن الثاني مباشرة. الزمن الثاني اللي بيحتوي على مجموعة عصور جيولوجية اللي كلها بتنتمي إلى عصر أو عصور عائلة سي، لأنه بيضم 3 عصور جيولوجية رئيسية. لو هناخدهم من الأقدم إلى الأحدث، هلاقي عندي بإذن الله العصر الترياسي، أدي حاجة، وعندي العصر الجوراسي، وأخيرا عندنا العصر الكريتاسي. طيب في هذا الزمن، في هذا الزمن، الثلاث عصور الجيولوجية اللي احنا كتبناهم قدامنا دلوقتي دول هم تكوينات الزمن الثاني الجيولوجي. تكوينات الزمن الثاني الجيولوجي، الزمن الثاني اجمالا، تكويناته بتغطي 42% من اجمالي سطح مصر. يبقى الزمن الثاني تكويناته بتغطي 42% من اجمالي سطح مصر. طيب يا ترى تكوينات الزمن الثاني تتكون تكويناته من حاجة كده اسمها الحجر النوبي الرملي. يبقى تكوينات الزمن الثاني بتحتوي على تكوينات الحجر النوبي الرملي، ودي بتلعب دور كخزانات للمياه الجوفية. يبقى مرة تانية، تكوينات الزمن الثاني الجيولوجي تتكون من الحجر النوبي الرملي، ودي عبارة عن خزانات للمياه الجوفية، كما تحتوي على صخور الفوسفات. صخور الفوسفات اللي هي الصخور الطبشرية، الصخور الطبشرية ودي بتحتوي على خامات الفوسفات
دي ليها أهمية اقتصادية عظيمة، حيث بيستخرج منها الفوسفات، كما تحتوي على رواسب الفحم في جبل مغارة. مرة تاني، يبقى الأهمية الاقتصادية، سؤال في منتهى الأهمية، ما الأهمية الاقتصادية لتكوينات الزمن الثاني الجيولوجي؟ يبقى نكتب السؤال مع بعضنا أهو. السؤال: ما الأهمية الاقتصادية لتكوينات الزمن الثاني الجيولوجي؟ هقول له الأهمية الاقتصادية لتكوينات هذا الزمن، حيث بيحتوي على تكوينات الحجر النوبي الرملي. يبقى تكوينات الزمن الثاني بتحتوي على تكوينات الحجر النوبي الرملي، اللي بتلعب دور خزانات للمياه الجوفية. ادي واحد، يبقى دي اول حاجة بتديله اهمية اقتصادية، كما يحتوي على الصخور الطباشيرية، وهذه الصخور بتبقى مصدر للفوسفات، وكما تحتوي على رواسب الفحم، والذي يتواجد في جبل مغارة. يبقى الأهمية الاقتصادية للمرة الأخيرة، لأن ده سؤال من الأسئلة المهمة جدا، الأهمية الاقتصادية لتكوينات الزمن الثاني زي ما هو واضح قدامنا، ده بيحتوي على تكوينات الحجر النوبي الرملي، ودي بتلعب دور خزانات للمية الجوفية، كما يحتوي على الصخور الطباشيرية، ودي بتبقى مصدر مهم جدا للفوسفات، كما تحتوي على رواسب الفحم. ده بالنسبة للأهمية الاقتصادية لتكوينات الزمن الثاني. طب يلا بينا نوزع، أين تظهر تكوينات الزمن الثاني في مصر؟ اللي بتظهر تكوينات الزمن الثاني في مصر في كل أنحاء مصر تقريبا، في الصحراء الغربية، في الصحراء الشرقية، في شبه جزيرة سيناء. ولو نظرنا إلى الخريطة الموجودة قدامنا، هنبتدي إن احنا نوزع تكوينات الزمن الثاني. خلي بالي، هلاقيها بتتواجد في المكان ده، في هضبة الجلف الكبير. يبقى دي مكان تكوينات الزمن الثاني، في هضبة الجلف الكبير، وفي أجزاء من منخفض الواحة البحرية، كما تتواجد في أجزاء من واحة الفرفرة. يبقى في الصحراء الغربية عندي ثلاث أماكن زي ما ظهر قدامنا. أولا، في هضبة الجلف الكبير أجزاء من الواحة البحرية، وكذلك أجزاء من واحة الفرفرة. أما في الصحراء الشرقية، هلاقيها بتتواجد في المكان ده كده، الهضبة هنا اسمها هضبة العببدة، ودي بتنتمي إلى تكوينات الزمن الثاني الجيولوجي. أما داخل شبه جزيرة سيناء، هلاقيها بتتواجد في هضبة التيه، وهضبة العجمة، وكذلك في جبل مغارة. يبقى في شبه جزيرة سيناء في ثلاث أماكن، نقولهم مع بعض: جبل مغارة، هضبة التيه، وهضبة العجمة. أما في الصحراء الشرقية بتتواجد تكوينات الزمن الثاني في هضبة العببدة، وفي الصحراء الغربية بلاقيها بتتواجد في ثلاث أماكن: هضبة الجلف الكبير، أجزاء من الواحة البحرية، وكذلك أجزاء من واحة الفرفرة. يبقى دي كده تكوينات الزمن الثاني الجيولوجي. يبقى بسرعة نلخص مع بعض اللي احنا قلناه في تكوينات الزمن الثاني بسرعة معايا. تكوينات الزمن الثاني انا سميتها معاك عائلة سي، حيث بتحتوي على ثلاث عصور جيولوجية كلها بتنتهي بالسين واليه: الترياسي، الجوراسي، والكريتاسي. تكوينات الزمن الثاني بتغطي 42% من اجمالي سطح مصر. تكوينات الزمن الثاني لها أهمية اقتصادية عظيمة جدا، وزي ما قلنا مع بعض، حيث بتحتوي على تكوينات الحجر النوبي الرملي، ودي بتلعب دور خزانات للمية الجوفية، كما تحتوي على الصخور الطباشيرية اللي هي بتبقى مصادر للفوسفات، وكذلك بتلعب دور تكوينات لرواسب الفحم.
أين تظهر تكوينات الزمن الثاني؟ إحنا استعرضناها في الصحراء الغربية في ثلاث أماكن، الصحراء الشرقية في مكان، وفي شبه جزيرة سيناء في ثلاث أماكن. خطة اللعب بتاعنا في، يلا نتكلم بلغة الكورة ولغة الرياضة، إن إحنا بنتكلم بنقول خطة اللعب بتاعنا توزيع تكوينات الزمن الثاني 3-1-3، 3 صحراء غربية، 1 صحراء شرقية، 3 شبه جزيرة سيناء. الثلاثة اللي في الصحراء الغربية عبارة عن هضبة الجولف الكبير، عندي تكوينات أجزاء من هضبة أو واحة البحرية، الواحة البحرية، وأجزاء من الواحة الثالثة اللي هي واحة الفرافرة. أما في الصحراء الشرقية واحد فقط لا غير، اللي هي تكوينات هضبة العببدة، وداخل شبه جزيرة سيناء عندنا 3 هضبة العجمة، وعندنا هضبة التيه، وعندنا كذلك تكوينات جبل مغارة. ده بالنسبة لتكوينات الزمن الثاني الجيولوجي. أما إذا رحت معاك إلى تكوينات الزمن الثالث الجيولوجي، هلاقي تكوينات الزمن الثالث زي ما سميت تكوينات الزمن الثاني بعائلة سي، هنسمي تكوينات الزمن الثالث عائلة سين، يعني هنزود عليها حرف وحيد اللي هو حرف النون. هلاقي التكوينات دي بتتكون من الباليوسين، ادي واحد الباليوسين، وعندنا الايوسين، وعندنا الاوليغوسين، وعندنا المايوسين، واخيرا البلايوسين. المفروض ان الاقدم بتاعهم على الاطلاق ده، ثم بيجي ورا الايوسين، ثم الاوليغوسين، ثم المايوسين، ثم البلايوسين. دول تكوينات الزمن الثالث الجيولوجي. وعايز اقول على حاجه بسرعه كده، جميع تضاريس العالم تدين بالولاء الى الزمن الثالث الجيولوجي بالتحديد، لان في الزمن الثالث حصلت اكبر هزات ارضيه في تاريخ الارض، كونت معظم تضاريس العالم، وطبعا من ضمنهم تضاريس مصر. حتى نهر النيل زي ما ناخد بعد شوية، بدأ النيل في الأراضي المصرية يشق مجراه في أواخر عصر المايوسين من الزمن الثالث الجيولوجي. تكوينات الزمن الثالث دي بتغطي 33% من إجمالي سطح مصر. مرة تاني، تكوينات الزمن الثالث بتغطي 3، يبقى الإجمالي اللي قدامي ده كله بيغطي 33% من إجمالي سطح مصر. طب يا ترى الأهمية الاقتصادية لتكوينات الزمن الثالث، أهو الأهمية الاقتصادية للزمن الثالث الجيولوجي اللي بيتكون من الحجر الجيري، يلا كده معايا، يتكون من الحجر الجيري، والحجر الجيري بيستخدم في تصنيع أغراض البناء زي ايه؟ قال لك زي الجبس وزي الأسمنت، طيب، وغيرها من مواد البناء، كما تحتوي على مصايد البترول. يبقى الأهمية الاقتصادية لتكوينات الزمن الثالث الجيولوجي اللي تكويناته بتغطي 33% من إجمالي سطح مصر، هقول بيتكون من الحجر الجيري، والحجر الجيري بيدخل في صناعة أغراض البناء زي الجبس وزي الأسمنت وغيرها من أغراض البناء، كما تحتوي على مصايد البترول. يبقى ده الأهمية الاقتصادية لتكوينات الزمن الثالث الجيولوجي. طيب أين تظهر تكوينات الزمن الثالث الجيولوجي في مصر؟ لو استعرضت قدامك الخريطة الموجودة قدامي هلاقي الخريطة كالآتي، بتتواجد تكوينات الزمن الثالث في الأماكن الآتية. أولا بتتواجد عند هضبة مرمريكا في شمال غرب الصحراء الغربية، وكذلك في الهضبة الوسطى بالصحراء الغربية. طيب يبقى انا عندي في مكانين بيتواجد فيهم تكوينات الزمن الثالث في الصحراء الغربية، هضبة مرمريكا والهضبة الوسطى. كذلك ان انا عندي في الصحراء الشرقية بتتواجد في المنطقة دي كده
هضبة المعازة بالصحراء الشرقية وأماكن متفرقة حول البحر الأحمر. مرة تاني، يبقى الصحراء الشرقية عند هضبة المعازة وأماكن متفرقة حول ساحل البحر الأحمر. أما داخل شبه جزيرة سيناء حول خليجي السويس اللي هنا وخليج العقبة. يبقى بسرعة برضو زي ما عملنا خطة للزمن التاني الجيولوجي، وقلت لك ان هو 3-1-3، زي ما انا هنا بقول لك 2-2-2. الاثنين في الصحراء الغربية مكانين، عند هضبة مرمريكا والهضبة الوسطى، في الصحراء الشرقية عند هضبة المعازة وأماكن متفرقة حول ساحل البحر الأحمر، وداخل شبه جزيرة سيناء بلاقي حول خليجي السويس والعقبة. يلا نلم كده مع بعض تكوينات الزمن الثالث الجيولوجي. قلت لك إن تكوينات الزمن الثالث الجيولوجي بتحتوي على مجموعة عصور جيولوجية كلها بتنتهي بكلمة سين، اللي أنا بدأت وقلت البلايوسين، المايوسين، الأوليغوسين، الأيوسين، والباليوسين. طيب، تكوينات الزمن الثالث عرفنا إنها بتغطي 33% من إجمالي سطح مصر. الأهمية الاقتصادية لتكوينات الزمن الثالث تحتوي على تكوينات الحجر الجيري، تكوينات الحجر الجيري اللي بتدخل في تصنيع أغراض البناء زي الجبس وزي الأسمنت وغيرها، كما تحتوي على مصايد البترول. أما أين تظهر تكوينات الزمن الثالث الجيولوجي في مصر؟ هلاقي إن أنا عندي 3 أماكن، صحراء غربية، صحراء شرقية، شبه جزيرة سيناء، هلاقي 2-2-2. في الصحراء الغربية هلاقيها في الهضبة الوسطى وهضبة مرمريكا. أما في الصحراء الشرقية هلاقي هضبة المعازة وحول ساحل البحر الأحمر. أما داخل شبه جزيرة سيناء هلاقيها حول خليجي السويس والعقبة. طيب، ده كده تكوينات الزمن الثالث الجيولوجي. أما لو رحت إلى تكوينات الزمن الرابع الجيولوجي، اللي زي ما قلت الحلقة اللي فاتت إننا في خلال الـ3 أزمنة الأولانية، أول وتاني وتالت، طبعا الزمن الأركي ده الأساس اللي بني فوقه سطح مصر، خلال الـ3 أزمنة، زمن أول، زمن تاني، زمن تالت، كان بحر تيثس بيطغى على الأراضي المصرية ثم يعود فينحسر نتيجة ارتفاع الأرض ويترك إرسابات على الأراضي المصرية بتتواجد فوق بعضها، التكوينات الأقدم تحت والأحدث فوق منها. ده لحد تكوينات الزمن الثالث الجيولوجي اللي بيحدث فيه غمر بحري من بحر تيثس على الأراضي المصرية. أما خلال الزمن الرابع الجيولوجي، خلال الزمن الرابع الجيولوجي لم يحدث غمر بحري إلا غمر بسيط في بدايته، ولم يحدث أي غمر بحري آخر، ونتيجة لذلك نشطت عوامل التعرية بأنواعها، سواء إذا كانت تعرية بحرية أو تعرية نهرية أو تعرية هوائية، وأدت إلى تشكيل سطح مصر. وأدت يعني إيه عوامل تعرية؟ قال لي عوامل التعرية بيقصد بيها، ها معنى كلمة تعرية أهي، التعرية بيقصد بها حركات النحت والنقل والإرساب. يبقى دي كده معنى كلمة عوامل تعرية. يبقى عوامل التعرية فيها بتمر بـ3 مراحل، نحت ونقل وإرساب. التعرية بتاعتنا، يلا نبص كده مع بعض التعرية، لان الكلام ده هنعوزه بعد دقايق ان شاء الله بالمرة ناخدها عشان ما نعيدش كتير. التعرية عندي بتنقسم الى قسمين رئيسيين، عندي في تعرية مائية وعندي في تعرية هوائية. التعرية المائية بتنقسم الى 3 أقسام، عندي في تعرية بحرية وعندي في تعرية نهرية وعندي في مياه جوفية. اما التعرية الهوائية دي بتؤدي الى تكوين الاشكال الرملية بانواعها المختلفة،
يبقى عوامل التعرية نوعين رئيسيين، مائية وهوائية. المائية ثلاث أقسام، بحرية ونهرية ومية جوفية. أما التعرية الهوائية ودي بتؤدي إلى تكوين الأشكال الرملية، كما تؤدي إلى نحت بعض المرتفعات التي تكونت في الأزمنة السابقة. دي كلها تكوينات في الزمن الرابع الجيولوجي. الزمن الرابع بيحتوي على عصرين فقط لا غير. في عندي عصر ده بيتميز بأنه عصر مطير بيسموه عصر البلايستوسين، وعندي الزمن أو العصر آسف اللي بنعيشه دلوقتي عصر الهوليوسين، وده عصر الجفاف اللي الأرض بتعيشه في الفترة الأخيرة في الحقبة الأخيرة من عمر الأرض. تكوينات الزمن الرابع بتغطي 14% من إجمالي سطح مصر. طب إيه رأيك نتذكر مع بعض بسرعة كلام قديم إحنا قلناه، لخص معايا كده. طيب من الأقدم للأحدث، لو أنا هاجي أمسك الزمن الأركي وده أقدم الأزمنة الجيولوجية على الإطلاق، تكويناته بتغطي 10% من مساحة مصر. أما الزمن الأول فده تكويناته محدودة بتغطي 1.2% فقط في المية من إجمالي سطح مصر. أما الزمن الثاني الجيولوجي ده أكبر تكوينات تقريبا، بيغطي 42% من إجمالي سطح مصر. أما الزمن الثالث وده تاني أقدم الأزمنة انتشارا، 33% من إجمالي سطح مصر. وبنختم بيه الزمن الرابع الجيولوجي وده فقط تكويناته بتغطي 14% من كل ده من إجمالي سطح مصر. ده بالنسبة لتكوينات الأزمنة المختلفة عبر الأراضي المصرية. طيب بالنسبة للزمن الرابع، أنا قلت لك تكويناته كلها تقريبا عبارة عن عوامل تعرية بأنواعها، عندي تعرية هوائية وزي ما قلت عندي تعرية مائية، والتعرية المائية اتفقنا ان هي ثلاث أقسام. طيب تكوينات الزمن الرابع الجيولوجي، أين تظهر تكوينات الزمن الرابع الجيولوجي؟ اللي بتظهر فيه الوادي والدلتا، ودي تكوينات نيلية إرسابات نهرية. تاني بتظهر في الوادي والدلتا وكذلك في منخفض الفيوم، يبقى دي أول حاجة. كذلك بتتواجد في الساحل الشمالي، يبقى دي كده تعرية بحرية. وكذلك عندنا في شمال سيناء ودي تعرية بحرية، وبعض التكوينات على ساحل البحر الأحمر أيضا دي تعرية بحرية، وكذلك أيضا مجموعة الشعب المرجانية الموجودة في البحر الأحمر. يبقى تكوينات الزمن الرابع الجيولوجي تتواجد في الوادي والدلتا، ودي رواسب طينية نيلية، وعندي فيه رواسب بحرية عند الساحل الشمالي، عندي شواطئ مرجانية حول ساحل البحر الأحمر، عندي تلال جيرية هلاقيها في شمال الصحراء الغربية وشمال سيناء، وعندي رواسب رملية في الصحراء الغربية. ده تكوينات الزمن الرابع الجيولوجي. يبقى احنا كده خلصنا التكوينات كاملة بتاعة الأزمنة الجيولوجية. طيب هذه الأزمنة يا ترى ايه اللي كون التكوينات دي كلها؟ اكيد هناك شيء مهم اسمه العوامل، يلا كده معايا، العوامل التي اسهمت في تشكيل سطح مصر. سؤال في غاية الأهمية، يا ترى العوامل التي أسهمت في تشكيل سطح مصر؟ أنا هقسم العوامل دي إلى قسمين رئيسيين. هقول إن أنا عندي عوامل
باطنيه وعندي في عوامل ظاهريه او بيسموها خارجيه. طيب هنمسك العوامل الباطنيه. اول حاجه هنقول انا عندي حركات التصدع والانكسار. خليني اسالكم سؤال قديم ويا رب الناس تفكر معايا. هو الانكسار ده احنا قلنا الحلقه اللي فاتت انواع الصخور، نتذكر مع بعض، عندي في صخور ناريه ورسوبيه ومتحوله، دي الانواع الرئيسيه للصخور. يا ترى اني نوع من الانواع الثلاثه اللي هيتعرض لحركات التصدع والانكسار؟ انا افكر هقول تصدع انكسار، يبقى دي لازم تبقى صخور شديده الصلابه. طالما انها صخور شديده الصلابه يبقى فورا دماغي تروح الى الصخور الناريه التي تتميز بشده صلابتها. طيب يبقى الحركات الباطنيه بانواعها لعبت دور كبير في تشكيل سطح مصر. طب يا ترى اول حاجه حركات التصدع والانكسار. حركات التصدع والانكسار ادت الى تكوين اخدود البحر الاحمر. طيب مرة تاني، ادت الى تكوين اخدود البحر الاحمر وجبال جنوب سيناء. طيب افتكر انا برضو المرة اللي فاتت قلت لك يعني ايه اخدود. الاخدود ده شق مستطيل، شق مستطيل ما بين متوازيين بيهبط القسم الاوسط وتندفع الاجناب. لو انت بصيت لخريطة مصر الموجودة قدامك، بص معايا كده للبحر الاحمر، ادي البحر الاحمر موجود قدامك، هلاقي المنطقة الوسطى بتاعة البحر الاحمر دي منطقة تعرضت لحركة هبوط، اما الاجزاء الشرقية والاجزاء الغربية دي تعرضت الى اندفاع ادت الى تكوين جبال البحر الاحمر الشرقية الموجودة داخل شبه الجزيرة العربية، وادت الى تكوين جبال البحر الاحمر الموجودة داخل الاراضي المصرية، كذلك ادت الى تكوين جبال جنوب سيناء. يبقى حركات التصدع والانكسار زي ما موجودة قدامك دي ادت الى تكوين اخدود البحر الاحمر، والذي تكون في عصر الاوليغوسين من الزمن الثالث، ونتج عنه تكوين جبال البحر الاحمر وجبال جنوب سيناء. ده اول حاجه في اللي احنا بنقوله حركات التصدع والانكسار. اما النوع الثاني من العوامل الباطنيه، عندي حاجه كده اسمها التداخلات البركانيه. طيب التداخلات البركانيه يا جماعه ادت الى خروج مصهورات البازلت مع حركات التصدع والانكسار. يبقى انت تحط في ذهنك ان التداخلات البركانيه جت مصاحبه لحركات التصدع والانكسار، وادت الى اندفاع البازلت من باطن الارض. طيب ادت الى تكوين ايه؟ ادت الى تكوين جبل قطراني في شمال الفيوم. هنا في المنطقه دي جبل قطراني في شمال الفيوم، ده جه نتيجة التداخلات البركانية. يبقى بسرعة معايا افتكر اللي احنا قلناه، التداخلات البركانية بتيجي مصاحبة لحركات التصدع والانكسار. التداخلات البركانية بتيجي مصاحبة لحركات التصدع والانكسار، ودي بالتالي ادت الى تكوين جبل قطراني الموجود في شمال الفيوم زي ما وضحناه، وده نتيجة اندفاع مصهورات البازلت مع الحركات التصدع والانكسار التي اندفعت من باطن الارض. عندنا الحاجة الثالثة في العوامل الباطنية، حاجة عندي اسمها الالتواءات. طبعا الالتواءات دي بتحدث نتيجة عدم صلابة الصخور، او بتبقى اكثر ليونة من الصخور النارية. طيب الحركات اللي حصلت في مصر، هذه الالتواءات ادت الى
التواءات قادمة من الشمال الشرقي، قادمة لينا من الشمال الشرقي، أدت إلى التواءات خفيفة مكونة حاجة زي ما نوضحها، حاجة اسمها قبو كده، قبو الواحة البحرية. مرة تاني، قبو الباحة الواحة البحرية الموجودة في الصحراء الغربية المصرية. يبقى الالتواءات أدت إلى تكوين قبو الواحة البحرية الموجودة في الصحراء الغربية. أما التدخلات البركانية أدت إلى تكوين جبل قطراني في شمال الفيوم. تمام، شمال الفيوم. يبقى بسرعة، أنا عملت لك هنا الملخص أهو. الحركات الباطنية اتقسمت إلى ثلاث أجزاء زي ما احنا شايفين. عندك حركات التصدع والانكسار وأدت إلى تكوين أخدود البحر الأحمر في عصر الأوليغوسين من الزمن الثالث. التدخلات البركانية والتي أدت إلى اندفاع صخور البازلت، أدت إلى اندفاع صخور البازلت التي صاحبت حركات التصدع والانكسار وأدت إلى تكوين جبل قطراني في شمال الفيوم. أما الحركات الالتوائية التي تعرضت لها مصر كانت من الشمال الشرقي وأدت إلى تكوين التواءات خفيفة والتي تمثلت في قبو الواحة البحرية الموجودة في الصحراء الغربية. أما لو رحت معاك إلى العوامل الظاهرية، عوامل ظاهرية زي ما عرفناها من شوية اللي هي عبارة عن عوامل التعرية. يا ترى مين فاكر معايا يعني إيه تعرية؟ يلا نفتكر مع بعض. التعرية اللي هي بتمر بثلاث مراحل، مرحلة النحت ثم النقل ثم الإرساب. طيب لو أنا تصورت معاك التعرية دي زي ما قلت لك بتنقسم إلى ثلاث أقسام. في عندي تعرية بحرية نتيجة حركة الأمواج والتيارات البحرية والتي تؤدي إلى نحت الشواطئ ثم نقل الأجزاء التي نحتت وترسبها في أماكن أخرى. طيب دي تعرية بحرية. أما التعرية النهرية نتيجة جريان الأنهار زي نهر النيل الذي يقوم بعوامل التعرية إلى هذه اللحظة، حيث يمر بعملية نحت ثم النقل ثم الإرساب. عند اندفاع تيار النهر، ودي مرحلة هنبقى نتكلم عليها بيسموها مرحلة الشباب، عند مرحلة الاندفاع يقوم النهر بعملية النحت ثم ينقل المفتتات، ثم عندما يضعف التيار بيبتدي يرسب قرب المصبات وبيكون زي ما حصل عندنا في مصر بيكون الوادي والدلتا. اما التعرية التالتة اللي هي بتاعة المية الجوفية، ودي كونت لنا بعد كده مجموعة الواحات الموجودة في الصحراء الغربية بالاشتراك مع التعرية الهوائية. طيب كلام جميل. اما بقى التعرية الهوائية دي ادت الى ان اصبحت الصحراء الغربية مسرح للاشكال الرملية المختلفة الموجودة في الصحراء الغربية. طيب يبقى انا عندي عوامل التعرية قسمناها الى ثلاث اقسام زي ما قلنا. انا عندي فيه تعرية بحرية، وعندي فيه تعرية نهرية، وعندي فيه تعرية للمياه الجوفية. كل دي تعرية مائية، وعند التعرية الهوائية التي تؤدي إلى تكوين الأشكال الرملية. تعالوا نستعرض مع بعض واحدة واحدة في الحاجات اللي احنا قلناها. لو مسكت معاك أول نوع عندي التعرية البحرية. تعرية بحرية نتيجة حركة المد والجزر في البحار زي البحر الأحمر والبحر المتوسط، والتي أدت إلى تكوين الشواطئ وأدت إلى تشكيل السواحل المصرية. يبقى نتج عن التعرية البحرية النتائج المترتبة على التعرية البحرية التي تعرضت لها مصر، أدت إلى تكوين الشواطئ وتشكيل السواحل المصرية. أما التعرية النهرية، النهر بيقوم بعملية النحت والنقل والإرساب،
والتي لا زال نهر النيل يقوم بها إلى الآن. نتيجة التعرية النهرية عندنا إيه في مصر؟ قال لي نتيجتها تكوين الوادي والدلتا على طول مجرى نهر النيل. أما المياه الجوفية زي ما أنا قلت لك، المية الجوفية جت نتيجة طبعا سقوط الأمطار في عصر البلايستوسين، واللي شجع على تكوين المية الجوفية الشقوق والانكسارات الموجودة في الأرض، ساعدت على تسرب مياه الأمطار مكونة خزانات للمياه الجوفية والتي تتواجد في الصحراء الغربية. يبقى المصدر الأول للمية الجوفية الموجودة في الصحراء الغربية سقوط الأمطار أثناء عصر البلايستوسين، والتانية نتيجة طغيان بحر تيثس على الأراضي المصرية ونتيجة تسرب المياه الناتجة عن عملية الري في الأراضي الزراعية. واللي أدى إلى مساعدة تكوين المية الجوفية في الصحراء الغربية الشقوق والانكسارات التي ساعدت على تسرب المياه إلى باطن الأرض وساعدت على عملية نحت الصخور مكونة المياه الجوفية. أما التعرية الهوائية، التعرية الهوائية أدت إلى تكوين مجموعة من الأشكال الرملية. يا ترى مجموعة الأشكال الرملية احنا هنقول أسماءها بدون الارتباط بهذه الأسماء من باب المعرفة ليس إلا. أنا عندي الأشكال الرملية التي وجدت داخل الصحراء الغربية هلاقيها كالآتي. إن أنا عندي أول حاجة في المكان ده بحر الرمال العظيم، ادي اول نقطة. عندي في جنوب الصحراء الغربية ونتيجة ضعف الرياح، عندي رياح اتية من الشمال الى الجنوب، تمام، هذه الرياح ادت الى تكوين حاجة اسمها الفرشات الرملية. طيب عندي ادت الى في المكان ده يا جماعة، احنا زي ما هنوزع بعد شوية ان شاء الله، هنا في المكان ده كده بالشكل ده كده يا ولاد كده، دي الواحة الخارجة، وعندي هنا الواحة الداخلة، وعندي هنا واحة الفرافرة، تمام، وادي الواحة البحرية زي ما احنا عاملين من الاول. عندي تكون اشكال رملية زي ما انا بعمل كده، الاشكال الرملية دي بيسموها يا جماعة الغرود، محدش يرتبط بالاسماء، هي مجرد للتعريف. لو انت ملاحظ الغرود تكونت من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي نتيجة حركة الرياح، نتيجة حركة الرياح. يبقى الصحراء الغربية تكونت فيها الاشكال الرملية المختلفة نتيجة نشاط عوامل التعرية الهوائية. بالطريقة دي يا جماعة بكون احنا خلصنا تماما بفضل الله الدرس المهم جدا اللي هو درس التكوينات الجيولوجية في مصر. يلا على طول من غير مقدمات نبتدي ان احنا نخش في درسنا الجديد، وزي ما موضوع الحلقة بتاعتنا معروف من الاول اللي هو تابع التكوينات الجيولوجية، تابع الشغل بتاع الدرس اللي فات، والدرس الجديد بتاعنا تضاريس مصر. كلنا نعلم ان تضاريس مصر، مصر تضاريسيا بتنقسم الى اربعة اقسام تضاريسية. مرة تاني، مصر تضاريسيا تنقسم الى اربع اقسام تضاريسية. يا ترى الاربع اقسام تضاريسية الموجودة عندنا زي ما هنوزعهم قدامي حالا، زي ما انت شايف عندي هنا حول نهر النيل عندي حاجة اسمها الوادي، وعندك دي كده اسمها الدلتا، وادي منخفض الفيوم. يبقى دي اول حاجة عندي. يبقى الوحدة التضاريسية الاولى الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. الوحدة التضاريسية او القسم التضاريسي الثاني في مصر، وهو اكبر قسم تضاريسي على الاطلاق، وهو الصحراء الغربية. في المكان ده كله الصحراء الغربية. طيب ادي تاني حاجة. الوحدة التضاريسية الثالثة الصحراء الشرقية. اما الوحدة الرابعة والاخيرة الا وهي شبه جزيرة سيناء الخالدة الباسلة
صامدة اللي هي البوابة الشرقية لمصر وحصن الأمان الأول لبلدنا، ربنا يحفظها إن شاء الله. طيب لو احنا استعرضنا مع بعض الوحدات التدريسية الأربعة الموجودة في مصر ولقائي معاكم الأول مع الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، لو انا مسكت معاك أول نقطة عندي اللي هي الوادي والدلتا، نهر النيل، رحلة عبر نهر النيل من المنبع إلى المصب، إليكم هذا النهر العظيم. نهر النيل أطول أنهار العالم على الإطلاق، إحنا شغالين مع نهر، نهر أعظم نهر في العالم. هذا النهر كما جاء في الأحاديث النبوية حيث أنه له شبيه في الجنة، تمام؟ نهر النيل ينبع من أعالي أفريقيا أي المنطقة الوسطى من أفريقيا، المنطقة المرتفعة، يمر بالهضبة الحبشية، يلتقي مع الروافد الحبشية، ثم يصل إلى الأراضي المصرية ويجري بهذا النمط منذ ملايين السنين. نهر النيل العظيم أهو زي ما اتفقنا إحنا هنشتغل مع نهر النيل، رحلة عبر نهر النيل. هذا النيل يبلغ طوله أهو 6670 كيلو متر من منبعه إلى مصبه. طيب ده طول نهر النيل، وبالطريقة دي هو أطول نهر على مستوى العالم على الإطلاق. نهر النيل بينبع من وسط أفريقيا من منطقة هضبة البحيرات الاستوائية، ثم يلتقي بالروافد الحبشية زي ما قلنا، ثم يصل يمر أولا في منطقة شديدة الجفاف اللي هي منطقة النيل النوبي حتى يصل إلى الأراضي المصرية. مساحة حوض النيل، حوض النيل برضو معلومة لنفسك، يعني ايه حوض النيل؟ قال لي حوض النهر، اي نهر؟ ده الارض اللي بيجري فيها النهر والروافد بتاعته واللي بترتوي بميته واللي بتنحدر نحو مجراه واللي بيضمها حدوده الطبيعية. يبقى لابد ان ينطبق عليها اربع شروط، تمام؟ يبقى الارض اللي بيجري فيها النهر، ارض اللي بيشقها النهر، واللي بتروى بميته، واللي بتنحدر نحو مجراه، واللي بتقع داخل حدوده الطبيعية. مساحة حوض النيل بتاعنا 2.9 مليون كيلو متر مربع، يعني بتساوي 10% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا. دول حوض النيل 11 دولة بيسموهم دول الأندوجو، معناها باللغة السواحلية، ودي أحد اللغات المحلية الموجودة داخل قارة أفريقيا، لغة محلية خاصة بمجموعة من القوم، زي مثلا اللغة الرائعة اللغة النوبية الخاصة بالشعب المصري النوبي الواقع في جنوب مصر، دي لغة بيسموها لغة محلية. طيب معنى كلمة اندوجو باللغة السواحلية معناها الإخاء، تمام؟ أنا بيشترك في حوض النيل زي ما اتفقنا 11 دولة من المنبع إلى المصب أو من المصب إلى المنبع. هلاقي لو أنا مشيتها من الشمال إلى الجنوب، ها هنتجول في رحلة مع بعض، هننطلق من أولى الدول من عند المصب الأراضي المصرية، ثم السودان، ثم جنوب السودان، ثم أريتريا، ثم أثيوبيا، ثم كينيا، ثم أوغندا، فرواندا وبوروندي والكونغو اللي سابقا اللي كان اسمها زائير، حتى نصل في النهاية إلى تنزانيا. 11 دولة هي الدول المشتركة في حوض النيل. طيب أنا عندي النيل بيستمد ميته من منبعين رئيسيين. المنبع الأول هو عبارة عن هضبة، يبقى منابع النيل، يلا معايا، منابع النيل. المنبع الدائم، يعني ايه منبع دائم؟ قال لي يعني يأتي بالمية طوال العام. المنبع الدائم يأتي من هضبة البحيرات الاستوائية بداية، هي تسمت باسم
هضبة البحيرات لأنها بتضم خمسة بحيرات. تمام؟ الخمس بحيرات زي ما هنرسم دلوقتي مع بعض أهم. يلا نحاول نرسم مع بعض خريطة لهضبة البحيرات الاستوائية. أولى البحيرات اللي احنا بنرسمها مع بعض كده معايا كده كلكم، ها كده بالمنظر ده، بلاقي دي عندي هضبة أو بحيرة فيكتوريا، يبقى دي أولى البحيرات بتاعتنا الذي يصب فيها مجموعة روافد، وعلى رأسها من الغرب يصب فيها نهر يا جماعة بيسموه نهر كاجيرا، وكذلك بتصب فيها مجموعة روافد من بقية أنحائها. طيب بحيرة فيكتوريا يخرج منها النهر متجها جهة الشمال بالصورة دي كده يا أولاد، ينبع أو يصل إلى بحيرة تاني اسمها بحيرة كيوجا. يبقى تاني البحيرات عندي بحيرة كيوجا. طب النيل لما بيخرج من بحيرة فيكتوريا بياخد اسم نيل فيكتوريا. طيب كلام كويس. ثم يصل إلى كيوجا، ومن كيوجا يصب في بحيرة تاني اسمها بحيرة ألبرت. تمام؟ بحيرة ألبرت. بحيرة ألبرت بيصب فيها من الجنوب نهر كده اسمه نهر السمليكي، اللي جايب معاه مية لبحيرة تاني اسمها بحيرة إدوارد، واللي بتتصل ببحيرة تالتة اسمها بحيرة جورج. يبقى اللي قدامي دي هضبة البحيرات الاستوائية، ودي بتعتبر المنبع الدائم لنهر النيل. مرة تاني، دي المنبع الدائم لنهر النيل. المنبع الدائم يا جماعة يعني جايب لي مية طوال السنة، ورغم ان هو جايب لي مية طوال السنة الا انه فقط يمدنا بالمياه لنسبة 16% فقط من اجمالي المية اللي وصل الى نهر النيل. يبقى ده اول مصدر لنهر النيل اللي هو جاي لي من هضبة البحيرات. عرفت بحيرات لانها بتضم خمسة بحيرات اللي شفناها قدامنا، والاستوائية لانها بتقع في قلب المنطقة الاستوائية الغزيرة المطر طوال العام، ورغم ذلك بتمدني فقط بالمية بنسبة 16%. خلي بالك انا هبتدي من هنا وهكمل في صفحة جديدة. النهر بيخرج من بحيرة ألبرت بالصورة دي بيخرج باسم بحر الجبل. تعال معايا نستعرض مع بعض تاني رسمة ونكمل على رسمتنا. ها انا لو تصورت معاك ان دي كده بحيرة ألبرت، تمام، اللي جايبة المية من بحيرة كيوجا وبحيرة فيكتوريا، النهر يا ولاد بيخرج كده ها باسم بحر الجبل، وكده انا دخلت على مجموعة نهرية جديدة بيسموها مجموعة اعالي النيل. مجموعة اعالي النيل بتضم بحر الجبل وبحر العرب وبحر الغزال وبحر الزراف. طب يا ترى مكانهم فين؟ يلا نشوف مع بعض. بحر الجبل زي ما انت شايف بيصل الى هنا بيصب في حاجة اسمها بحيرة نو، ويسير الى الشرق لانه مش قادر يكمل الشمال نظرا لضعفه، ويلتقي بيه من الغرب بالصورة دي يا جماعة حاجة اسمها بحر العرب كده، وهنا انا عندي حاجة اسمها بحر الغزال، وعندي هنا بحر الزرف، ودي كده بيسموها مجموعة اعالي النيل، ودي بتجيب لي مية ضئيلة جدا 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 جدا. بحر الجبل مش قادر يكمل للشمال، بيبتدي يلتقي برافد اهو مهم جدا اسمه نهر الصوبات، جاي لي بقوة اندفاع ميته ساعد مية بحر الجبل انها تكمل جهة الشمال، مكونة حاجة اسمها النيل الابيض، مكونة حاجة اسمها النيل الابيض. النيل الابيض برضو بينتهي في مرحلة شيخوخة، بينتهي ها عند مدينة الخرطوم ومش قادر يكمل جهة الشمال.
لكن سبحان الله العظيم ربنا بعت له نهر قوي جدا اسمه النيل. يا سلام، النيل الأزرق اللي الواخد الشكل ده بينبع من بحيرة اسمها بحيرة تانا، بينبع من بحيرة اسمها بحيرة تانا بالروافد بتاعته، مالكش دعوة بأسمائها، اسمها الرهد والدندر. تمام، وده كده النيل الأزرق. يعني معنى ذلك ان انا بدأت ادخل على الروافد الحبشية، ودي يا جماعة المنبع الصيفي لنهر النيل. معلش قارن معايا، انا كنت قلت لك من لحظات ان المنبع الدائم بيمدني ب 16% من جملة المية، يعني في 84%. رغم ان هضبة الحبشة او هضبة اثيوبيا زي ما بيطلق عليها دلوقتي، ها، دي منبع صيفي فقط، يعني جايبال المية في فصل الصيف وفقط، الا انها بتمدني بنسبة 84% من اجمالي المية اللي واصلة الى مصر. طب اهم رافد حبشي جايب لي المية اللي هو ده النيل الازرق. يعني معنى ذلك ان انا على طول بحط لك سؤال مهم جدا دلوقتي، بقول لك بما تفسر مصر هبة النيل الازرق؟ هتقول لي لان النيل الازرق منفردا يمد مصر ب 56% من اجمالي المية اللي واصلة الى مصر. عايزك تربط عشان تتابع الاحداث الجارية. الله، هي الازمة المصرية الاثيوبية النيل الازرق ليه علاقة بيها؟ اقول لك ده هو بطل الازمة. ليه؟ حيث ان قامت اثيوبيا ببناء سد النهضة على النيل الازرق اللي احنا في الجانب المصري طبعا لينا وقفة قوية جدا وضد هذا السد، لانه هيضر بمصالح مصر اذا مشيوا على الكلام اللي بيقوله الجانب المصري، هم هيستفيدوا واحنا هنستفيد، ولابد ان نحكم صوت العقل. اخر رافد جايلي من هضبة الحبشة، اخر حاجة تماما، انا عندي حاجة اسمها نهر العطبرة، وده اخر رافد جايب لي مية من نهر النيل، اخر رافد تماما. ثم بعد كده النيل بيخترق منطقة صحراوية لا يمد فيها اي روافد ويسير داخل الاراضي المصرية. وعند ما بنوصل مصر وصلنا بلدنا حصن الامن والامان، اتوقف بكم في الاراضي المصرية الى ان نكمل رحلتنا في نهر النيل ونهر النيل عبر الاراضي المصرية في لقاء قادم بمشيئة الله عز وجل. وعلى امل اللقاء التقي بكم على خير في لقاء قادم، والى ان القاكم لكم مني اطيب الامنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.